هكذا الحاضر في القلعة تتكلم. جالاتا سراي في اليسار ألبر ريرا ماتادور 21-18. رقم واحد إيكر كاسياس على اليمين، كارخال كارباخال، جارث بيل. الحفلة بتاع العرس فيها 150 ألف دولار في العام، هو بطل البريمير ليج والتصفيق ويكر. 2018 مع فريق أصفر قام 2009، حسب لكش يا جالاتا سراي هذه داخل مش يكسر له ضلوعه. يا راموس يا هو هو كورة من بنزيما، بنزيما خطيرة، رونالدو غريبة جدا، ترجع الكورة مرة أخرى دي ماريا لكريستيانو بنزيما، الكورة السليمة والحكم سايمون بيك قراره السليم، ولذلك حتى كريستيانو لم ينظر للحكم الإنجليزي. ريال مدريد يعاني من الكرة بالراس عن طريق، بينما ثم ثلاثة أسماء من جالاتا سراي. يتعود في السنوات الأخيرة أن يبدأ بهزيمة، كرة خطيرة جدا خطيرة، أخطر كرة للأتراك، جالاتا سراي قادم بقوة، ثم تسلل على اللاعب الثاني لكن كرة الأتراك خطيرة جدا، الرأسية شوف الكرة بدون تعليق تعليق الباتروس، أنت أنت يا دييغو لوبيز، ترجع الكرة للريال وهدف أول مدريد، جول 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 دي إيسكو ديل ميرينج ريال مدريد، إس نيو إس نويفو مدريد دي جولاتو، 1-0 كرة غدارة، كرة غدارة، الكرة تعصف بأمال وتغادر وتغدر بفريق أفضل هو جالاتا سراي، متعة في كرة لفريق أنه صمد أوف سايد، إيسكو يعمل مستحيل، إيسكو يوصل ويمشي السوق يشوف البحر، والهدف الأول عن طريق الواحد الصاعد إيسكو، ساعة يخرج دي ماريا يدخل جارد. والثاني خطيرة للريال وتخرج بيس دييغو، وشوط ينتهي يثبت فيه الريال. كارباخال، أرميلوا، راموس، بيبي، مودريتش، ذيرا، دي ماريا، اسمه الهداف بنزيما، كرة تقدم المباراة، نادي ماريا يعمل الصعب، جول، فرصة كبيرة، مازال الريال رونالدو حتى رونالدو في الستينات وللراسية جول، الله ينتظرنا اعزائنا المشاهدين، شوف المباراة الأولى من مزدهرة والآن العالم فرصة أوروبية واستثمار أوروبي، في ناس جالاتا سراي أنها ملك الجزر بتحكيلي على 100 مليون يورو، يا لهداف لهداف بنزيما خلصها بنزيما خلصها جول 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 مارينكي السيجوندو ريال مدريد كريم بنزيما هدف الأوروبي 32 موسليرا يتابعها من الشباك، جماهير تركيا تراقبها مرمى شينجو يعمل غطة يكررها والكرة تمشي ويدورها 2-0 فين بلاش الريال بنزيما ما يرحمش هذه المواقف ما يسمحش في هذه المواقف الشبكة تهتز من جديد ليلى مشوك ترجع الكرة 1-2 ما تعداش الأتراك تقدم الكرة تاك رونالدو من أجل عيون ريال ومن أجل تباهي جالاتا سراي بنزيما بنزيما ممتازة دي ماريا دي ماريا كورة يوزع كورة خطيرة عطيسكم غير كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو جول ريال مدريد فتحت على البحر القبيلة التركية جالاتا سراي ورونالدو يسجل هدف العادة هدف 204 في 204 ماتش شوف الباس شوف المراوغة دي ماريا هنا الكروس رونالدو
رونالدو يمشي قايم هنا في القايم الثاني اسكو يا ولد يحط رونالدو ما يسمحش ما يرحمش رونالدو السفاح يوصل ثالث الاهداف الحكاية ولات تاريخية الان في استاد علي السميان وهنا انتج نلعب الفرنكونية ثم بطولة ورباعية ورونالدو ورونالدو الرباعية لا ولا الشغل ولا الشغل الان ولا الشغل 205 عدد الاهداف اكثر من عدد المباريات ما يعملها كان كريستيانو يا ولد ما يعملها كان رونالدو قال له السايس عليهم واحدة واحدة هدي يا انشيلوتي هدي راهو مش تعمل ضغوط على فريقك اكثر من اليوم الاول رونالدو ملا روح ملا جرينتا ملا جرينتا هذه بالروح هذيا مش يجيب العاشر رونالدو يجيب الحداش والثناش والثلاثاش اه يا كريستيانو يا رونالدو الهدف الثاني في دوري الابطال ما يعطي باس بنزيما ما يعطي باس الخامس يتشدد حدث واحد في الرينج في الحلبة موستيرا يلغي فكرة الخامس يضرب 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 مين الدفاع المدريدي يسار الهجمة التسديد هو فرصة كانت في 4-1 انا مع الجلطسراي لهدف في المرمى وكرة ترجع لريال مدريد يعطي باس رونالدو رونالدو الثلاثية يحطها رونالدو الهدف الخامس الهدف الخامس في ثنائية بنزيما الهدف الخامس بالدوبلي لكريم بنزيما ريال مدريد غير عادي اعتياد عادي ونتائجي ولكن غير عادي تجاوزي محطة العودة التركية رونالدو في الاسيست رونالدو باس يعطي كرة لبنزيما وبنزيما إين في الشبكة خامس الأهداف 5 و5 المريك فريق مانويل إيبوي إيبوي يمين يمين والتوزيع المرابط وجول الهدف الأول للتراك يستاهل الهدف الأول للتراك الهدف الأول التركي 5-1 عن طريق البديل الجديد القادم من اسطنبول من تولوز الفرنسي بولون بول بولون هذه الكرة يرجع الباس ولا لا يمشي كريستيانو 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 جوتو كولاتو يا كبير كولاتو يا كبير يتعلموا منك يا البرتغالي الهاتريك التاريخي لكريستيانو رونالدو ملا مراوغة من بال والباس تشموا فيها الموت ساق اليمين بتاع رونالدو الحراس هنا الكورة كريستيانو 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 باليسرى يضرب ويسجل باليمين يتفنن باليمين يسهل طريق باليسار يضرب كورة او باليمين واحد جالاتاساراي تمشي كورة بروما روما روما يراهم ممتاز الثاني شور الثاني بقوة مارتين تقريب جاب هدفين 6-1 البيضة اللي خذها المرنجي اعتقد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله